السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى فيديو جديد. حلقتنا اليوم عن المسلسلات اليمنية وكثرها على القنوات التي انتشرت يعني بشكل كبير في بلادنا اليمن. فكان هناك إحصاءات للحلقات الأولى، أنا شاهد تقرير منشور عبارة مطروح على الفيسبوك للمسلسلات اليمنية والأكثر مشاهدة حسب الترتيب. حصلت المنشور هذا بصفحة خالد شائع ونوح الحنش تقريبا. لقد حاز المسلسل الأول يعني تحت مسمى خروج نهائي على أكثر من 1,000,000 مشاهدة، يأتيه في المرتبة الثانية ممر آمن أكثر من 726,000 مشاهدة، يليها مسلسل دروب المرقلة 627,000 مشاهدة، أيضا المرتبة الرابعة حصل على 359 مشاهدة، 360,000 مشاهدة اللي هو لقمة حلال. وفي المرحلة الخامسة يأتي قرية الوعل على 252,000 مشاهدة. هذه المسلسلات الأكثر، والرقم 6 ماء الذهب حصل على رقم أقل من 100,000 اللي هو 580,000 مشاهدة، أيضا بعد مرور 48 ساعة من نزوله على اليوتيوب كما قيل. ويعتبر المسلسل هذا أقل مشاهدة رغم الإمكانيات الضخمة التي فيه. حسب ما قيل يعني من بعض المشاهدين إن الأحداث للحلقة الأولى لم تجذب المشاهد حتى يعني ينجذب ويتابع الحلقة كاملة، فكانت يعني مخيبة للآمال الحلقة الأولى لمسلسل ماء الذهب. كانت هذه بعض الإحصائيات التي أنا شاهدتها في المسلسلات اليمنية التي كثرت وتكثر في رمضان المسلسلات ويعيدها في شوال لمن يعني يتفرغ العبادة أفضل لهم. هذا لصوص رمضان، المسلسلات تعتبر لصوص رمضان، فالأفضل أن الواحد يعني يتفرغ للصيام والعبادة ويشوف له شغلات تنفعه من بعد العيد تتابعها على اليوتيوب، ولا هي تعاد على القنوات الفضائية نفسها. شهر شوال تعاد كل المسلسلات اليمنية. هذا ما حبيت أن أشاركه اليوم معكم بهذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.